يا الله، من زمان ما شفت ولد خالتي، من زمان وهو مسافر برا. والله وحشني، وزمان واحنا صغار والله كان ابيضاني كذا وحليوه، بس كنت بسأل الطشه بس. عموما هو عند الباب، خليني اشوفه، خليه يدخل. Hey Sue, how are you? Hey Sue, قول السلام عليكم اول. Hey, I'm sorry. I've been living, يعني كنت عايش طول عمري في امريكا وفي حاجات لسه مفلته مني، يعني ماني قادر اقولها. Anyways, I'm considering marrying you. Although انتي you're like blast from the past، حاجة رجعية. أعصابك أعصابك أعصابك. أول شيء ليش لسانك معوج كذا؟ تكلم عربي، أنت مو عربي؟ I told you أنا عايش برا مرة كتير، يعني تقريبا لي عمري كله عايش برا، يعني أنت غصبا عني. بس ما يهمك يعني. Are you making fun of me? That's rude. أقول أخلص علي. طيب يا ربي الله يعيني من الأشكال هذه اللي كل يوم تجيني. Anyways أنا حامل شوية تنازلات رغم أنك أنت رجعية وعاداتكم وتقاليدكم اللي هنا. بس 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 وقف مكانك، اللغة العربية وسكتنا عنك، أما العادات والتقاليد مو عشانك أنت سافرت وعشت برا ودرست ما أدري وين جاي تقول عاداتكم ومعاداتكم مو عجبتنا. أنت أبدا ما تنفعني. جميل أن تسافر وتتعرف على ثقافات وعادات أخرى، ولكن احرص على لا تكون هذه الثقافات سلبية عليك وتغير في خلقك وقيمك وتفقدك هويتك.